الموريتانيات. تحت لواء محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مشايخ وصحفيون وعدد من الشخصيات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار إن المحب لمن يحب مطيع. ويشكل إقامة مثل هذه الندوات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعداد شمائله الحميدة من أجل السير على نهجه. لنتدارس سيرته العطرة وشمائله الغراء وننهل من معينهما ومن أخلاقه لتكون محبته اتباعا لسنته وتتبعا لخطاه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتخللت فعالية الندوة المنظمة من طرف شبكة صحفية موريتانيا إلقاءات شعرية ووصلات مديحية تتضنى بشمائله صلى الله عليه وسلم وتعدد مناقبه. وسحت بحب المصطفى نفحاته وذلك حب خامر القلب صادقه، وهل تركت في الشعر علق مظنة سجايا النبي المصطفى وخلائقه، سجايا بها حسان وأترع كأسه وفاضت بها أكوابه وأبارقه. عليك صلاة الله يا من بظله تفيأ مصفي الود منا ومالقه، فقد كنت وردا يغمر الكون بالشذا فيعبق ساقيه ويعبق سارقه. دأبت شبكة صحفية موريتانيا على تنظيم هذه الندوة كل عام احتفاء بميلاد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتشهد الساحة الثقافية الموريتانية في شهر المولد تنظيم ندوات وإلقاءات ثقافية تخليدا لذكرى مولده وإحياء لسيرته. فتمطر منطقا لتحيل صحراء القلوب نضارا. الله